فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد تفسير مكتوب فيه القرآن كاملا والتفسير في هوامشه، هل يعتبر هذا ويسمى قرآن فلا يجوز أن يمسه من عليه الحدث؟ إذا كان القرآن مفصول بحاجز مدور على المصحف على الآيات، فما داخل الحاجز يسمى مصحفا، وما خرج عنه يسمى تفسيرا. يجوز أنك تلمس التفسير ولكن لا تلمس الآيات، ما في داخل الحاجز لا تلمسه، لأن هذا هو المصحف. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.